جدل كبير في البرلمان التونسي، انتقادات من الشعب وانتقادات أيضا من عدد من النواب على خلفية بعض القرارات وبعض المقترحات اللي تم تقديمها، خاصة في علاقة بمناقشة ميزانية مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب يناقش في جلسته العامة المسائية اليوم الميزانية المخصصة لي هو للبرلمان في العام المقبل، واللي باش تكون قيمتها 83,553,000 دينار بزيادة عن ميزانية السنة الحالية 2023 ب 2553,000 دينار، أي ما يعادل 7.1%. تنقسم ميزانية البرلمان إلى نفقات تأجير بقيمة 27,844,000 دينار و 5,785,000 دينار نفقات تسيير، و 2,024,000 دينار نفقات التدخلات، و 2,900,000 دينار نفقات استثمار. ارتفعت نفقات التأخير ب 0.5% فيما ارتفعت نفقات التسيير ب 18.5% مقارنة بالميزانيات المرصودة لها خلال العام الحالي. إذن البرلمان هو قاعد يناقش توا في ميزانية الدولة وميزانية الوزارات وميزانيته هو، وكل مرة يتطرق لبعض الميزانيات. مقترح أثار جدل واسع، مقترح النائب سيرين مرابط، طالبت اليوم في الجلسة متاع مناقشة ميزانية البرلمان، طالبت بتمكين النواب من الجهات، معناها من الجهات الداخلية اللي فيها مطارات داخلية، ونواب الجهات القريبة منها، يعني كما نقولوا مطار جربة جرجيس، مطار نفيذة، مطار المنستير، اللي فما اللي فيه خطوط داخلية، اش معناها؟ يعني يربط بين مطار مثلا جربة ومطار كارتاج والمناطق المجاورة لها، مثل نواب مدنين، نواب ربما تقصد هي جيبس، جبلي، توزر، تطاوين، هذوك من كل حد مع أقرب مطار لي، من بطاقات نقل مجاني لتسهيل مهامهم أنيابية مركزيا وجهويا، وتقصد هي هوني النقل الجوي، معناه بطاقات للنقل الجوي للنواب باش يمشي ويجي مركزيا وجهويا، على أن لا يتم سحب هذا الامتياز على بقية نواب الجهات القريبة من تونس العاصمة اللي ما يستحقوش، مثلا بنزرت، مثلا نابل، إلى غير ذلك. الحقيقة هذا المقترح أثار جدل كبير برشا على السوشيال ميديا من خلال انتقادات كبيرة، ومش أول مرة السوشيال ميديا معناها يشتعل على مثل هذه النواب، على خطر تم في فترة التالي إقرار منحة بألف دينار للنواب لأنهم باش يناقشوا ميزانية الدولة في 3 شهور الأخرانية من عام 2023، فمعناه صار عليها مسار تلك المنحة، وهي الثلاثة شهور فقط، ما هيش متواصلة، فقط 3 شهور متاع مناقشة الميزانية لأنهم يستحقوا تنقلات وسكن وإلى غير ذلك. نحب نقول بأنه الانتقادات جت حتى من داخل البرلمان. النائب عبد القادر بن زينب انتقد وضع اعتمادات تقدر بقرابة 1 مليار من المليمات لتوفير الوقود لأعوان المجلس، في حين أن الدولة تتحدث على التقشف في المصاريف، وعبر في نفس الوقت على استغرابه من توفير اعتمادات بقيمة 100,000 دينار للصحف والجرائد دون أن تتوفر للنواب. وطالب النائب بن زينب بتنقيح النظام الداخلي للمجلس والمعاملة بالمثل بين رئيس المجلس والنواب في الامتيازات. وأضاف بن زينب أنه وقع اقتراح منحة للنواب تقدر ب1,000 دينار دون أن يتمتعوا بها إلى حد الآن، اللي حكيت لكم عليه، يقول ما خذوهاش النواب لأنه هي في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 3 شهور فقط. إذن عدة انتقادات، طالت بعض المقترحات المالية، طالت زيادة في
عفوا في ميزانية البرلمان برشا انتقادات خاصة في هذه الفترة بالذات، فما دعوات لحل البرلمان، فما كلام يتقال على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، ولكن النواب في البرلمان نفوا نفيا مطلقا أن تكون فما عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان. التعثر اللي صار في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، والجدل اللي صار عليه، موقف تونس، موقف الرئيس، من موقف الشعبي، وكلهم بعد يصوتوا على الفصل الأول والثاني ويعلقوا التصويت. عدة أطراف شعبية وحزبية طالبت بحل هذا البرلمان واتهمته بالفشل، لأنه فشل في تمرير هذا القانون اللي أقره مثلا البرلمان الليبي مؤخرا. وقالوا اللي فما أطراف ربما خارجية، وفما أطراف تضغط على البرلمان، وفما ضغوطات، وحصلوا برشا تعليات من أنه مصالح تونس الخارجية قد تتضرر إلى غير ذلك. اليوم جدل كبير برشا، نقاو معناها أحزاب طالبت بانتخاب التشريع مبكرة، طالبت رئيس الجمهورية بحل هذا البرلمان، كما التحالف من أجل تونس الفرحان الناصري كان طالب بانتخاب التشريعية بالتوازي مع انتخابات رئاسية في 2024. هذوما معناه سرحان الناصري من الأطراف المساندة إلى رئيس الجمهورية والمسار، ما همش ضد. كذلك حركة الشعب انتقدت التراجع على هذا المقترح، ولا هذا التعثر خليني أقول لهذا المقترح. البرلمان يحيل 120 ملف لموظفين به على لجنة التدقيق في الانتدابات. ما تعرفوا فما حملة أمر بها رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدقيق في كل الوزارات وكل الهيكل وكل المؤسسات والمنشآت منذ 2011 إلى غاية 25 ديسمبر 2021. فمساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام فضل بن تركية أكد أنه البرلمان أحال 120 ملف لموظفين به إلى لجنة التدقيق في الانتدابات، وأضاف أنه رئيس المجلس إبراهيم بودربيلة راسل رئيس الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان. واعتبر بن تركيا أنه الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب المقدرة ب 38,553 دينار ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر من 1% من ميزانية الدولة. من جهته قال رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربيلة أنه عدد موظفي البرلمان يقدر ب 400 موظف، في حين أنه تم إعلامي بأن البرلمان لا يحتاج إلا 200 موظف حسب تعبيرهم. بودربيلة قال بأنه بقية الموظفين هم موظفي مجلس المستشارين سابقا ووزارة حقوق الإنسان، وبين أنه باش يتم تقييم حاجة البرلمان من الموظفين ليتم إحالة البقية على مجلس الجهات والأقاليم. وأكد إبراهيم بودربيلة التخلي عن تجديد سيارة رئيس البرلمان، لأنه رئيس الجمهورية أبلغ الحكومة بأنه لا يمكن تجديد أسطول سيارات المؤسسات التابعة للحكومة. يعني رئيس الجمهورية زاد قرر أنه ما يجدوش سيارة رئيس البرلمان وتقعد القديمة، هذيك هي اللي عنده، هذا بقرار من معناها من رئيس الجمهورية. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب عواطف الشنيتي أعلنت أنها باش تستقيل من مهمتها هذه إثر الانتهاء من المصادقة على مشروع الميزانية لعدم قدرتها على أداء هذه المهمة ولما وجهت من انتقادات حسب تعبيرها.